ماشي قال لك يسخن الحال ويموت وحده؟ راكم غالطين. بون السلام عليكم خوتي، انا مع ولاد حومه عامليك شريف. هذا السيد دوك برك خرج عليه اعتو، دوك برك دخلت قالوا لي باللي يحكموا الفيديو هنا يخدم هنا يضرب، ما تقولش اسم ما ديروش فيه، يضرب كازوز بالخبز. كازوز بالخبز. انتو كا ولاد حومه فاتحين هنايا وين اكزاكت؟ وين؟ انا في المارشي تاع بوليو. في المارشي تاع بوليو في الحراش جوزو كاين العفايس. عفايس اللي كانوا ولاد حومتي هادو لازم نعاونهم وارواحو، ماشي زعما يقول لك هذا يقول لك سوقو فارغ دارنا بيب وحماجة عاملك في الحراش بوليو كباب جو تلقاوني هنايا مش تعرف انا نريح بزاف هنا. السلام عليكم ودعموا المصاغر خليهم يخدموا. السلام عليكم خوتي، كاين هذا تعرفوه؟ انا السيد هذا يخدم لي كليب تاع عرب العرب، كاين سانتياغو يخدم لي كليب ليك فرنسا. ان توكا خوتي كاين عفسه هو راه دوكا شحال 9 ميل ما على باليش دوك دالو عبدو بيب كباب تكون اكثر من 9 ميل. نديرو بريفي معليش هي راهي 9 ميل دخلوا تهلاو فيه حق على باليش شحال لحقوها له شحال 30 شغل 30 والو ابا كاين عباد انا كون يولي عنده ميل يخرج برا كيما خلقوا ربي. هذه هي شريكي نحبوا نجيو صحيت صح كي تقولوا لبس الماسك باش ما تمرش بالكورونا. ما يحشم منعشم من لبس يوني يحرجوا بيا يحشم يلبس الماسك باسكو الناس يضحكوا عليها برا. وكيفاش حبيت تفهم الشعب هذا؟ كيفاش يقول لي كيفاش حاب تفهم الشعب؟ اعطيني يعني معادله كيفاش نفهم الشعب هذا؟ انا كراث انا شحال عندي هنا قريب 3 سنين وندير في الفيديو ما قدرتش نفهم 0.0001% من الشعب هذا. ما يحشمش يدير كاع الموبقات تاع الدنيا بصح يحشم يلبس الماسك على باسكو يضحكوا عليه برا. اللهم اني بلغت واذا مرضت انا جو سوي با ريسبونسابل شريكي، انا حابس على روحي في الدار. ها ما كاش شد دارك يا شكوبي شد دارك. بون السلام عليكم خوتي، معكم محمناعه. شنو نقول لكم باللي تسمى انا ما نلبسش الماسك، انا ما نلبسش الماسك، ما راحش كاع نغطي فمي شريكي ما نلبس الماسك باسكو هذه كاع مؤامره راهم يحرشوا بيكم. وهذا كاع داروه مدروسه هذه خطه مشريكي كلش مدروس. ما كاش معكم محمناعه واني هنا نخرج برا ونروح وين نسخ ونغطس وجهي داخل ونخرج سالم وعافى كاني مرضني والو. محمناعه على باز جاب لي ربي لازم لي ماسك شويه طويل باش يغطي لي وجهي كاع مي بون مؤامره. وجا الحجم هذوما تاع حجم تلبسوا ماسك من وقتاش سينس وان تاع حجم تلبسوا ماسك؟ كاين شي بنات قسما بالله العلي العظيم سبعه طوابق تاع مكياج طابقات تلو الاخرى عباك ما تجي تلحق لوجهها دخل يدك وتعبص الداخل باش تجبد وجهها تلمو بزاف مكياج. وهذا ماشي ماسك تخرج بيه هذا ماسك هذا جاب لي ربي تي مكان لا قاد ديري كمامه اللي يديروا بزاف مكياج راكم ديجا بروتيجي بار لو مكياج سبع طوابق ماش كيش تدخل كورونا. وجد يقول لك حشمت نلبس كمامه كيفاه كيفاه فهمتش انا كيفاه وجه الحجم انتوما انا سيريو هي باش تيفيتي المرض هذا ومنه تيفيتي الموت ماكري الموت بيد الله مكتوب ما نقدرش نتحكموا فيه مي ناخذوا الاحتياطات تاعنا اللي هما ماشي معك جال هذاك اغسل به يديك ماشي غالي بزاف اشاك فوا توشي باس تاع كشباب ولا فلاسونسور القفالي تاع برا ماشي اللي تخرج دراهم اي عفسه برا هكايا تقدر تكون ملوثه اغسل يدك ماك خاسر والو هذا مكان. والدراهم ثاني كي تشدوا دراهم غسلوا دراهم وسخ الدنيا ما قري نحبهم وسخ الدنيا واحد يقول جو مسخين ما تعرف السيد وين كان حاط يدو باش تشهدوا بدراهم باش عطاهم لك هما تما هادو مع سا سامبل هذا ما كان خطيكم من بلايص التلوث غسلوا يديكم ما تستهزاوش سيرتو. والماسك يا ناس ما تحشموش تلبسوا ماسك خليهم يضحكوا عليك المهم ما تمرضش ربي يعافينا. قبل ما ننسى ليزانفلونسور اللي انا لا انتمي اليهم باسكو انا مربي في الشارع ونقول كلام الشارع بزاف. المهم عبيت نفكركم برك ما تسناوش حتى يجي سبونسور يعطيكم دراهم ويخلصكم باش تحكوا على الكورونا والاحتياطات. اعطوا نصائح للناس الا ما تعرفش وماشي متقف روح شوف جوجل ابحث شويه ومد للناس نصائح باسكو الشعب هذا نصو راه يستهزا واعي شويه ولا حتى يخلصوكم باش توعوا.